لي شو كان بدك؟ اشحد رغيف الخبز لأنه ما حدا رضيان إني أنا أشتغل عنده، شو كان بدك؟ بتغرق بالبحر وما عود شوفك، أنا بموت. حياة مأساة حقيقية. فتحت عيوني لقيت حالي بتخت، مو تختي. عن شو عم تحكي دوري؟ احكي احكي احكي. ليش عم تعملي فيه هيك؟ وهلأ قلت له أنا حامل. مين الولد تحكي؟ صارت جحيم. بوس إيدك ما تتركني يا عم. تتخيلي يطلع عندي أخت نسخة عني؟ آخر الليل يومياً 9 إلا ربع المساء على الـ MTV.